انا المشكل ديالي راجل جات ليا في الحبس وعندي 5 وليدات وما كاينش اللي يعاونني، ولا يدق عليا تيقول لي واش خاصك واش واكله ولا شاربه ولا والو، ما كاينش اللي يقول لي انت قبضت من هنا. ماشي باقي ناصري وين اللي تمشي هذا تسلب على وجهي. راجل مشدود 8 سنين ديال الحبس، دابا طالع في 3 سنين دابا مشى على مضاربه وما كاينش اللي يتعاون معايا ولا يقول لي واش مشدود مشدود واش واكله، ما كاين حتى واحد. اللي تمشي تسلب على وجهي حتى انا الله خارجه، الله خارجه من السور ديال الحبس. انا كانت لوسي دارت مية في دارت لي دكاكة في الدراري الصغار عندهم 5 سنين، شدات خشات لي الفريد في الدراري في عكاشة، جيت ندخل قلبو لقاو الدراري عندهم هنا شديت في الحبس. هي دارت مية في الزيارة، جيت ندخل لقيت راسي داخل الحبس، دوزت الصور ديال الحبس ومن خرج لقيت راسي جات كشطاتني دارت ما خلات لي حتى حاجة، ريبات لي الحيوطة ريبات لي كلشي. لوسي دارت لي كلشي، دخلتني الحبس وجات لداري وكشطاتني كلشي، رجعت لي حيوطة رجعت لي كلشي. ولادي من شديت بقاو مع دارنا، بقات مع دارنا مع خوتي ومع خوالاتي مع كلشي، بقاو كلشي تفرتكو، ما بقى حتى واحد يبقاو عندي اخوت ما بحالهمش. تما عندهم كراوات عندهم كلشي، عندي 5 ليتامة على ليتامة حيين، با مشيت في الحبس ما كاينش اللي يعاونني ولا يقول لي، ما كاينش اللي يقول لي تيعاونني، تيدق لي شي واحد يقول لي انت خاصك واش تاني كوش غير العليب. اما باقي ناس صغار عندي توام عندهم عام وتوام عندهم 4 سنين، يا ما سيني كنا اللي عاونا